هذا البرنامج برعاية لينك من بنك القاهرة عمان، طيبة إحدى شركات المراعي، شركة بيكر، سنيورا طعم بدف القلب، حلويات النجمة، نور المال، مجوهرات الزعبي، ترافكو هوليديز جوردن، سجاد نشمي بيلبق لك، شوكولاتة توداي، وبالاشتراك مع أوتانتيك هوم الماركة العالمية المتخصصة في أطقم الضيافة، منتجات دكتور موني، ماكدونالدز، شركة مدار لصناعة المنظفات، الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سمنة البلقاء، دير ماجلو، عيادة الدكتور رمزي العمري ومنال حموري، تونة الصياد، أعطي السمك لصياده، زيت زيتي، نقطة وعصر جديد. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج فاهم الطابق. ضيفنا لليوم ممثل وكاتب ساخر وإنفلونسرز، مجموعة إنفلونسرز وصاحب مصلحة ما شاء الله، عنده مطعم باسمه، طبعا ما بدي أقر عليه اللهم لا حسد، وبعرف قديش أنا كتير بتمنى له الخير، وعمري بحياتي ما طلعت على رزقته، وبقول بالعكس إنه الله يرزقه ويوسع عليه. ضيفنا لليوم سريع البديهة، شاب فاهم الواقع، شخص أيوة طويل القامة شلولخ، شخصيته قريبة للقلب، الناس بحبوا يبعثوا له اعترافاتهم، شو اعترافاتهم؟ استشاراتهم قصده، وهو ما بيخلي ولا ببقي ببقي عليهم. الله لا يطرزك يا حازم، لا بيخلي ولا ببقي. آراؤه على السوشيال، بس ببقي مرات والله، مرات بتبقي أنا بشوفك. آراؤه على السوشيال ميديا أكثر من مرة جابته كتاف، لهيك بالبايو عنده على الفيسبوك معرف حاله انه مش كاتب ولا مؤثر ولا صحفي ولا مدسوس ولا عميد ولا انتمي لاي جماعات لغسل عقول الشباب. عشان ريح راسي. معنا عمر زوربا. ترم حموده. والله العظيم، والله العظيم، والله يا حموده اني بستنى هاي الحلقه من زمان والله يا حبيبي. شفتي قديش قعدت استنى؟ شوفوا انا هذا الشاب بالنسبه لي المبدع ما شاء الله عليه، يعجز الكلام، مش قادر ألاقي كلمات حتى أصف قديش هو بخزي يعني. الله يسعدك يا رب، أقسم بالله كنت عارف. طلع قشعر بدني ليش أنا؟ قشعر البدني ليش؟ إن شاء الله إن شاء الله تتحولي للمبة توفير طاقة محروقة، تخيلي هاي ما بنحرقوش هدول. استدامة. استدامة بس. عمورة، حمودة، حمودة اسمع، اليوم شو بدنا نعمل؟ قولي. هلا هم 10 أسئلة. حلو. استشرنا الشارع الأردني وبدنا نشوف إذا عمر زوربا فاهم الطابق ولا مش فاهم أنا الطابق. أنا الشارع. أنا الشارع، أنا الحكومة. حلو. مارك. برافو عليك. أنا بده يبين معانا، بدك تركز. وبالنص في كم من استشارة هيك على الهواء، عمل لي جو بالبرنامج. إذا مش 98 علمي كانت نتيجتي اليوم. فما تنشوف. ما برضه. يا سيدي هات نشوف. فوتي علي. هات نشوف، راح أفوت. بدون خيارات ستي، أنا بحطك. والله اليوم ما راح أعطي خيارات. أشوف هالنمس. نمس وصحيت وجي وجيتك على القناة. يلا. قبل ما نصور الحلقة عملنا استبيان للعشر أسئلة الخاصة بالحلقة مع عينة عشوائية من الشعب الأردني. هذا الاستبيان كان عبارة عن السؤال وجوابين لازم يختار بيناتهم، طبعاً كل إجابة كان إلها نسبة مختلفة حسب عدد الناس اللي اختاروها. علامة الضيف النهائية حيتم احتسابها حسب النسبة اللي حققها السؤال مع الناس، وبآخر الحلقة حيتم جمع هاي النسب وتقسيمها على 10 عشان نعرف النتيجة النهائية اللي حققها الضيف. الأول بيقول يا عمر زوربا، إذا الأردني انسأل عن عنوان ما بعرفه بعتذر أم بفتيها؟ الأردني بعتذر. الأردني بعتذر ما بفتيها؟
يعني اجاك واحد قال لك اخوي بالله وين مثلا بدك الصافي؟ وين الضمان الاجتماعي؟ هسه الضمان الاجتماعي وين قالوا لك؟ ايوه هسه ما احنا كمان انت كمان اشرح لنا العنوان خليني اعرفه انت يعني انا ك واحد اسال العنوان بدي هي يعرفه بدي يعرفه انا بضل ورا وين قالوا لك اسمعي وين قالوا لك اي وين قالوا لك قالوا لي والله اخر الطلع وين اخر الطلع بالضبط ها الطلع اخرها طب يعني شو قالوا لك كمان في ناس في ابو محمد في في ابو محمد هذاك شلك تبع العنوان زهق تبع العنوان عايف حاله يا اخي كبير انا سالتك سؤال خلص تحقق معي بعرف وبعرف يعني بفتيها ولا بفتيها هسه وش بفتيها هو بس بحب انه يسترسل طبعا يعني بفتيها طبعا في بيتين شعر وراها ايوه نحن العناوين واذا طلبت منا اجبنا يلا هاتوا شوف بفتيها ولا بعتذر بفتيها حكى عمر لا عمر حكى بفتيها يلا حطوا الصح 72 شفتي برافو عليك صح انت اعطيتني حتى جواب دقيق كمبيوتر و28% بعتذر طيب هلا بما انه عم نحكي عن الاردنيين استاذي مراعي ايوه يا ام التفاح شو حفظتك ايوه امك كانت تجيب لكم اياه وانتم صغار جدا ما احنا وعينا وترعرعنا على المراعي صح خالته يلا صح خالته خد لك شفه الله عليك ايوه والله بتشهي المراعي صح؟ صراحة. عن جد يعني مراعي طيبه مش احنا رح نحكي عنهم علامه مسجله مسجله يعني هي خرزه حليانه طيب حموده هل يميل الرجل للمراه الرجل الاردني للمراه الناضجه؟ هسه في ثلاث خيارات موظفه وراها ورثه اي شيء بتقدر تاخذ قرض هذا النوع الثالث اي شيء باخذ قرض وانثى بمشي برافو عليك بتحكي صيني بيعطوك قرض بيعطوك انا يما اساليهم يما اساليهم من هسه يما انا بديش اقعد رايح جاي على الجماعه وحامل بقلاوه ورايح بيعطوها قرض بيعطوها قرض خلينا نقرا الفاتحه ونروح يما انا ما بيعطوهاش ما قالوا لنا بيعطوها والله احنا جايين على على سيره على سبه احنا يعني جايين على سبة بعطوها هاي لما تنصدم جوا انه ما بيعطوها لا والله احنا ما كنا عارفين احنا والله احنا مش دارين انا مش دار ابو ماجد احنا مش دار ابو ماجد ابو ماجد عندهم عبير بتعطي قروض والله لا والله احنا صح لنا كثير بس يعني احنا كمان بدنا والله مش دار ابو ماجد على السمعة والله قالوا لنا السمعة 15 فما فوق بتعطي فاحنا جينا يعني شو بدنا احنا ايه وبدنا زلمه ما شاء الله 20 سنة يا الله الزلمه مجنون طيب ننتقل الى السؤال الثاني هذا لعبتنا انا وياك هلا هلا بنعمل سكتش اسمع طبعا البنت الاردنيه بس ترقص في اي مناسبه خلص لا خلص بدنا بحثا عن عريس ولا عشان تستمتع بالعرس تستمتع بالعرس هذا بيحكوها في المسلسلات بالواقع اعطينا واقع حموده واقع بدها تروح هسه بيكون في الرقصه بتعتمد على اعطيني الشخص مين كيف يعني مثلا هاي جاي من امريكا تشوف عروس لابنها هون بدها تتعلم 600 دوره ترقص ترقص اجنبي تنزل على الارض بدها تفرفك الدنيا هذا ابنها بامريكا يعني اما بتقول لها هذا في امريكا هذا مش اللي تعرفت عليه بالجامعه وجهي على امك كنت ده ترقص تخيل توصل معها ترقص باليه فوق الطاوله او رقص نقري ودك ابنها في امريكا قومي هسا اسمعي اللي ابنها مثلا موظف راتبه 400 هيك يعني يا ريت انه يا ريت يا دوب تتمايل ما تقوميش يما موظف اما ابو امريكا ابو مركز بدها تعرج بتتدحرج بس لو تعرفتي الكهرباء واجنبي وناري ناري طيب يعني عن عريس بتدور عن عريس هات نشوف اذا الاجابه صحيحه 92% والله خطا ايه مين سالين انت لا ما بعرف يا اختي انت ممكن انت تسالين والله ما بعرف 54% عشان مش من عندنا هذول لا من عندنا والله كيف نزلنا على الشارع سالنا اربع اشخاص انت رايحه وين في دبوق رايحه تسالي تنزلي على الميمة على اللي تحت في وسط الماء وين رايح؟ نازلت لي 54% اسمع عمر الفستان لنفرض... والرقصة والروحة تعتمد على عمر عمر لنفرض انت هلا قاعد بعرس نزل عن كتفها نزل عن كتفها تخيل انت هلا قاعد بعرس والكاميرا اجت عليك
انت قاعد تعشيت وعبيت هذا وبدها يا زلمه بالله عليك يلا اعطونا كاميرا زوربا. بس وانا باكل فيه. انت بتاكل انت بتاكل آه. يلا يلا انت بتاكل وانا بشرب او تشرب تشرب يلا لا ترى بلا 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 في في صح صح كمان عدم المؤاخذة فيه برافو عليك بدي احطها على الارض كلها يلا اعطيني من النجمه اذا في هي النجمه برافو عليك شاطر برافو عليك عمو كيف انا عرفت والله انك رائع شو بدك اي وحده كلهم زاكين المشكله صح يا رجل هو بيحكي في هاي اللي عليها كاجو برضه اللي جنبها احلى هاي الزهريه زهريه حموده اللي جنبها احلى هاي طب بحتار بحتار الواحد في النجمة بحتار يلا هلا خلينا نعتبر انه انت بعرس وعم تتعشى او عم تاكل حلو وبتيجي عليك الكاميرا وين الكاميرا هاي الكاميرا هاي هلا انت كل انت كل ايوه 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 اجت الكاميرا عليك الله عمار يا الله يا الله يا الله قلت لكم هاي الحلقه انا فهمتكم انا شو حكيت انا سولفت اشرب لك دلقه عصير قبل ما انت اقول لك للسؤال الثالث يلا السؤال الثالث بيقول اكثر فنان هذا خلص اكثر فنانه بيغاروا منها البنات ياسمين صبري ام نادين نجيم نادين نجيم طبعا احنا بدنا الصراحه بس عمر جد يعني انا مش بموتوا منها نادين نجيم والله لو نزلت من بفقعوا منها ولك بيخترعوا لها اشاعات اختراع مش من ياسمين لا ياسمين احكي ياسمين ليش غيروا منها حلوه حلوه كثير حلوه كثير بس ما بحس الغيره من نادين. نادين معقول انت تجاوب هذا السؤال غلط انا بديش اجيب سيره ياسمين صراحه يعني بتقول نادين بسرعة جوابك ايش بترد نادين ايه ترد بس ما هاتوا شوف هاتوا شوف شوفوا شوفوا قديش هذا الزلمه اعطيني بس مشان تعرفي بس مشان تعرفي شو مشان تعرفي 52% ياسمين صبري انا اول ما اجيت هون حكيت للعالم على الستوري اني بدي اجاوب الاجوبه غلط عن جد بالعمدن احلف عملت ستوري عملت لي تاج خبيث لا ما عملت ستوري لانك خبيث ما عملت ستوري شفت انا يوم عيد ميلادك شو عملت ولا عملت شيء عملت لي لايك على عملت لي لايك اخوان يا جماعه يوم عيد ميلادي العالم هي عملت لايك على الصورة قديش التاج كبير المحط عملت لايك على الصورة بعدين عملت لايك بخاف يجوا فولورز مني فشو بعمل؟ بعمل له تاج بتعمل لي منشن هيك بتحط ومرات منشن مرة منشنت واحد اسمه عمر ابصر من الجزائر شوف هذا الاستشارة بدي استشيرك استشارة قولي لي انا لبنانية تعرفت على اردني امبارح واليوم عصب علي اني ظهرت مع رفقاتي هالشي طبيعي اذا انا بعصب اذا انت طلعت يعني عادي احنا كل الشعب عندنا رح يتضايق اذا طلعت ايش لحاله انت كلبنانيه امي بتزعل خليك انت اقعد انت كلبنانيه امي بتزعل طيب ننتقل للسؤال الرابع السؤال الرابع بيقول من شركة نور المال للتداول هذا السؤال من شركة نور المال للتداول شو بتعرف عن نور المال؟ للتداول شركة للتداول في أحسن منهم بتداولوا؟ هسا أنا ما شفت ما مر عليك أنا عشان أكون دغري عشان تكون صريح ما بقى. الأردني لو خيروه يتداول بيختار التداول بالعملات ولا بالذهب؟ إحنا بنحب الذهب إحنا إحنا هيك بنحبه للذهب أنا والله ما عم بغششه هو لحاله عم بجاوب شو؟ هو لحاله عم بجاوب غلط انا جاوبت شيء صح بس بقول انه بحب الذهب صح بحب الذهب احنا بنحفر يعني لا بحب الذهب الاردني كل اردني على قناعه انه تحت بيته في ذهب صح طبعا بحفر اذا ما الواحد ما حفر الواحد شو يحفر ذنيه هات اعطينا النتيجه هاي عدم المؤاخذ انا شو انا لعبه البورصه حكي ذنيه عامل وجوزي مش عم بحكي مع البيبي لبطني شو اعمل يا بنت الحلال بالله نفس العالم تفهم البنات يفهم بس اللي بتشوفوه على التلفزيون مش زي عنا طب لو زي المسلسلات التركية يعني انا ليش انا زي لهبل هذا على بطنها واحكي مع الصبي طيب شو بدها
تحكي ايش بدنا نحكي مع بعض يا بنت الحلال؟ هو كبير مش عارفه اتفاهم معه. انت سمعت هلا شو حكيت؟ قال انا معها ما بحكي، بدي احكي مع الصبي. يعني يا الله، يعني هذا مش ما في منه استشاره ومخدات الريش واللي بيجي بيرمي عليها طحين بالمطبخ، هذا مش عندنا. لا موجود. لا ما في مين. كيف احنا عندنا مخدات ريش؟ ما عندنا، عندنا ريش بس ما عندنا مخدات. اخوي ارتجاج في المخ، احنا بنتمشكل في مخدات الريش. ضربتها بتلوك. طب والطحين؟ والطحين اللي بالمطبخ ليش ما بزبطش؟ رشه طلاق عليها. شو ترش عليها طحين؟ احنا جايبينه. انا بقولك ولك انا جايب الطحين اللي رش عليه، انا بفكر للحلويات. اجيني لها اخبزي، لانها كانت قايله لي شوف حلويات قبل. طيب ننتقل للسؤال الخامس. يلا. السؤال الخامس بيقول عبارة مش قادر أتنفس، ردي علي مش قادر أتنفس. بيقول هالشاب الأردني لأنه طبعا صار عنده نقص أكسجين، أم حبيبته بطلت ترد عليه؟ بس هالمرة طبعا أنا مش قادر. طب بس أحكي لك شيء، بس أحكي شيء. طب خليني أحكي. عمرك حكيتها عمر؟ زمان. احلف. لا إيش مش قادر؟ ليش؟ ما في واحدة لوعت مش قادر خلبة. برجف قاعد مع عمرك؟ تخلينيش افكر بالانتحار. ايوه ايوه طيب افكر بالانتحار، يعني بطل ترد عليه حبيبتي الثاني. يلا هات نشوف. 80% طلعي تعبتني وحيا الله. 80% شفت كيف انت فاهم النسوان. طب خلينا نشوف راي الشارع الاردني على هذا السؤال. يلا طبعا الخيار الثاني. حبيبته بطلت ترد عليه. عنده نقص بالاكسجين. لا حبيبته بطلت ترد عليه. لا لانه حبيبته بطلت ترد عليه. حبيبته بطلت ترد عليه، مش قادرة تنفس مشان الله ارحميني. حبيبته بطلت ترد عليه. لا نقص اكسجين. اذا 80% حبيبته بطلت ترد عليه. انت يعني ما بعرف انت ليش الشباب هيك بتلوث لهم عقولهم بافكار غريبه. شوف الفكره اللي انت قاعد عم تنصح الشباب فيها وبتعززها للامانه، يعني عند عدد كبير جدا من الفئه الشبابيه التي تعتبر هي في مجتمعنا الاردني، احنا مجتمع فتي فهي اكبر. يا بنت شو بتحكي قاعد انت؟ مش فتي يا بنت. غني خونك ولا طفران صونك. شو قصدك من هالحكي؟ يعني غني خونك ولا طفران صونك؟ يعني خليه اذا معبي لي جيبه طيب يا اختي يخون ولا يعمل ويسوي. عمر هذا الحكي ما بيصير. بس السؤال ده اسالك اياه، يعني تكون زعلانه وهو خينها وهي لابسه لها طقمين الماس ومشكشكه وقاعده في جزيره في قبرص ومعها هذا جوز الهند اللي فيه مصاصه، هذا اذا اشتراه الواحد هذا بيكون عدى. هذا اذا تصورتي فيها جوز الهند فيها مصاصه هذا ما عليه شيء في الدنيا، خلص. واللي ضايلين معه بصرفوا عليه لعمرين اذا مسك جوز الهند. لا ما مرة الواحد شهر عسل لو ماخذ ما بمسكها خلص. طب والثانيه؟ هسه الثانيه يا اختي انت اخونك وبتبكي وانت عند دار اهلك، وانت عند دار اهلك اللي هم مجوزين اخوك عندهم. لا يا اختي خوني وانا في قاعد في قبرص. الغاز اجر وحاطه وتعملي تان. مش معظوظه من ذلك وقاعد اندمج وبتاكلي رز وبتبكي. طب انا حظيك، طب انا لو بعرف كان ظليت انا هذي جيت هون انا. قومي قومي قومي. طب كان ظليت عنده انا. صراحة أقنعني للأمانة. يعني شو؟ لا أقنعني أقنعني. بقول لك لما العيلة الأردنية يطلعوا رحلة بالعادة بنسوا الفحل. بنسوا. شاطر والله. المنقل ولا بكرة الشاي؟ المنقل. المنقل دائما لأنه ثقيل والكل بالثقل يروح يحمله. أكيد. شوفي لي الجواب صح ولا غلط؟ لا. بس هسه مرات المنقل. في أحيانا أخرى هسه إحنا أنا عني البكرج. البكرج أنا وأصحابي. بسمع اخبار بيقولوا مرات منقل. طب كيف حدا بنسى منقل وهيك كبره؟ كيف تنسوا؟ ما حدا بقول لك جريده من هون جريده من هون احمله عشان ما انغسل من الرحله. صح من الماضي بضل عليه شو حبار. يا الله عمي هو البكرج. برافو. الشاي. انا غششته؟ اعوذ بالله. 85% البكرج. انا ما بغشك عمر. انت ما ما بغشك انا عمر. هات خلينا يا بعرف يا ما بعرف. هات نضيفك كده طبعا اسمه هون. هذا بيكر حبيب قلبي. بيكر؟ يا لا بس انت دوق. انا بعرف انا غشيم عنه البيكر. يعرفوا البيكر؟ هات اجرب.
البيكر انا ما مت... طب انت فتحت جاب بدك جاكريني فيه ولا يا خد تدلونا انتم ناس حط الطرف واحدة فوق طب وين سيدك خلنا ناخذ سؤال سنيورا شركة سنيورا يلا ليش انه سؤال سنيورا؟ انا ليش جاي اصلا؟ عشان سنيورا والله بحب سنيورا كثير عن جد يلا مكونين ما بيزبطوا مع فتة المكدوس لبن وباذنجان لبن باذنجان خبز لحمة مفرومة ملفوف خس فتة المكدوس؟ اه بنحطش عليها خس ولا ايش؟ مش انت ولا ايش؟ ولا ملفوف الله انا شفت طول عمري طب اسمع حمودة شوف هذا السؤال السابع وينك يا سيدي العزيز؟ جوعانه وميتة البنت الأردنية لما تخلصه البنت الأردنية لما تخطب بتنزل صورتها مع خطيبها بس صبيحها الإيدين بداش حدا يشوفها حلو يقبشني بيحسدوه بخطفوا البنات بخطفوا البنات إذا تكتفي بصورة الإيدين مع الخاتم إيديهم آه يلا خوف والله 75% ها والله 77 لا شو صورتها مع خطيب بدك يحسدوها بتخاف من الحسد ولا والعين طيب هات ناخد استشارة آه شوف هاي أنا فاجأتني صراحة حابة واحد أردني ما بعرف كيف بدي ألمح له وأعترف له بحبي من جلطتني ها كيف بدي ألمح آه شو أعمل الأردني مري من جنبه بدك تجنني أردني تبعت مسج على واتساب مش طبيعي ليش يسألك إشي ما تقول له خلاص بعدين كنت أحكي لك إشي بس خلاص بعدين إذا بنت قالت لشاب بدي أحكي لك شغلة بينام هذا بصير يعض في غرته ما تشوقي للأردني كمان انت احكي لي هسه انت زي هسه وفاء انت عارفه معيش وقت انا بالاستراحه هسه بدك تقولي لي شو صاير معك شو بصير عظم وين انت بتاخذي هذا بالضبط ولك هي خذها امسك طيب ننتقل الان الى السؤال الثامن الشاب الأردني لما بده يخلع من علاقه بردد عباره تستاهل واحد احسن مني اه مش امي بدها تتجوزني من خالتي اه لا انت حر تستاهل واحد احسن مني هيك تستاهل واحد احسن بكون خلص بده ينهي العلاقه هذا بده يفكح ما بيقدرش اه هات نشوف اذا جاوبه صح شاف الموضوع جدي اه قال لك خلاص ولك انت بتجنني انت انا ولك انت لازم مليون زي اللي يجي تقدمه لك انا نسيني انا كذاب والله. هيك انا كذاب نسيني هذا بعد سنتين يا حرام بكون سرق من عمرها سنينها وايامها والله خطفهم خطف والله خطف شبابها والله العظيم لا يخليها تطلع ولا تفوت لا تسلم بتعرف انه بقى هذا الموضوع جد عمر بتحكم فيها والله وبعدين بقولها اه بتستاهل والله ما تروح ولا تيجي 53% صح والله يوفقك بالاخر بتقول لي بتستاهل احسن مني ولك يعني بديش احسن بدي انت يا اخوي انا ما بديش احسن انا بدي اياك بديش انا تيم حسن يجيني بدي انت يلا غيره ما انت عارف اني انا اهلي ماله من امي واحنا صغار قالت خالتي هذا أيوة. إله وهذا إله ايوه من على حاله نفسي يعني اختار شغلات يعني بتستاهلي واحد احسن مني احسن مني 53% تستاهلي واحد احسن مني 47% ما هاي بتبلش بعدين بتروح لهاي ما بتروح لهاي صح بعدين بصير يدخل بنت خالته على الموضوع اسمع عمر كلامك صحيح قال بقول له تعال خدني من عند صاحبتي مرام اجى بدون ما ابعث له اللوكيشن هم استقر هذا غبي هو ومرام أغبية مرام لازم بما أنا عرفته تصير تخفف مع هذيك ما تجيبهاش عند هالبيت يا الله لا حرام عمر ما بصير مرام بالأساس إنها تحكي معه هاي عادات وتقاليد يا أختي صاحبتها لازم إنه شو؟ إنه صاحبتها تحكي معه لما تروح تصالحهم آه بس لما تعرف عليهم تصالحهم صح بس لا بعدها خلاص بتصير هي تشبك صار قانون هذا إيه متى بدك أصالحك على ماجد هاي صاحبتك بتكوني حاطة عينها ماجد ما بدك اصالحك عليه يا الله انا شو بكره هاي القصص مش عارف بدنا اقسم بالله اذا هات نعمل مشهد هات نعمل مشهد نحط موسيقى استنى انا مش زعلانه عليه انا زعلانه على صاحبتي يا باي ما كذبوا هيك هذا بتعرفي زي ايش بالضبط ركز معي بدي اعطيك المثال استني انت يا دار انت بكيت يا سي سوسن بدر استني انت هسه انت ما صدقت تهري صاب من مثل بدك علي فصل هذا اللي قال انا مش زعلان على صاحبتي هذا اللي بتنسرق محفظته بقول لك انا مش مشكله انا اعطوني الهويه مصاري مش مشكله المصاري صح انا اعطوني الهويه
دي الهوية عاد عادي لهويته فيش هوية بس والله الهوية المصاري عاد لقيت المصاري فيها مصاري عادي انا مش فارق انا صح انا اعطوني وراقي بكون زعلان على الاوراق الرسمية وراقي ايش يا ابو خامة كندية وراقي ايش بضل ورق تعطوني قديش فيها كم 120 بس عادي والله اخر راتب بالله عليك يا حرام في الثاني اللي بيقول لك يضيع موبايله انا بدي الارقام ايوه عاد هو عنده رقمين تبع الجبصين ومرته هي ام اثنين انا اسمع اعطوني الارقام السم السم انا بطلع الموبايل عادي مش فارقه معي اقساط جبته والله اسمع تبع الجبصين ومرته ارموه بس اعطوني الارقام ارموه بس مش حامي ترموه شو يا ابوي تبع الجبصين ومرته طيب جبنا عمر يا حموده ما بتفرق ها الأردني بس يتعرف بس وحدة الأردني بس يتعرف على بنت بقولها بحبك من أول يوم ولا بستنى له أسبوع زمان بس هو بس هون الخيار هو من أول نظرة من أول نظرة يعني أول يوم أقرب إيش من أول يوم حتى يوم مطول يعني إحنا بنعتذر إنه بعد أول يوم يعني إحنا أسفين يا صباح أنا طولنا عليكم من أول يوم صح أسفين يا صباح في بوكس هات نشوف الشارع الأردني شو حكي يلا من أول يوم لا من أول يوم من أول يوم من أول دقيقة من أول يوم من أول يوم من أول يوم طبعا إذا من أول يوم والله من حلوة بحقنا حطينا من أول يوم إذا من أول نص ساعة 73% ما عندنا صبر ل 24 ساعة والله ما عندنا صابر 48 إمتى بلش غار عليها طيب تروح منه إمتى بلش غار عليها أنا مرة طلعت جنب واحدة بدت السرفيس زمان لما كنت أطلع سرفيس ما رضيت اخليها هي تعطي شوف بتعطيني اياها انا بعطيها ما انا بعرف بعرفش ليش حسستها انه الشوفير هذا غريب احنا بانك قاعده جنب بعطيني انا بعطيه من الشوفير ما بتمسك يديني هل اني بعرفهاش طيب عمر السؤال العاشر البنت الاردنيه اذا شافت بنت احلى منها انا قيسها علي بتصلي على النبي ولا بتطلع فيها الف عله أكيد بتطلع فيها 2000 علة أكيد طلع فيها 1000 علة هاتوا نشوف خوف الله 90 والله 80% بتطلع فيها 1000 علة و 20% بتصلي على النبي عمر رح انهار طيب ضل أشياء هاتوا نشوف إذا عمر زوربا زبطوا النتيجة أخوان أنتم مين المسؤول عن العلامات زبطوهم منا وفينا بضل بضل صديقنا وصاحبنا وحبيبنا يا اخوان انا والله انعرض علي اكثر من مسابقه انا عشانكم لا والله عشاننا ما حتى ما دفعنا له مصاري مسابقه مسا بعدين أيوة. اول مره انا كمان باجي عندكم على مسابقه والله لا سيراجي يعني مسابقه مسا احنا زباين معروفين ولا خيو ولا إشي ممتاز 76% 67 انت ظبطي يا ستي اه صح ما هاي الشاشه بتكون مقلوبه يا اخوان والله 67 انت فاهم الطابق معقولة؟ أنت زلمة فاهم أصلابك حمودة والله بس هذا ما حكت كل والله العظيم حمودة والله يا سناء إنك كويسة ومرتبة حبيبي حمودة كل عام أنت بخير يا حمودة أنت بألف خير يا رب الله يخليك إن شاء الله يا رب كل أيامك رزق وخير آمين روح بدك تيجي الله يفتحها بوجهك آه إمتى؟ عمر زربة بده يتجوز يا جماعة هسا مبدئيا احلف خطبتي بخمسة خمسة احلف وعرسي بسبعة سبعة عشان ما ننساش التواريخ بس بس استنى ايش؟ خمسة خمسة الخطبة وطب اعطوا حالكم مجال تتعرفوا على بعض بس شهرين بعرف انا من اربع سنين ايش انت بتفكر الخطبة يعني ايش بنشكر اكيد الزميل والعزيز عمر زوربا انبسطت فيك ونورتنا ان شاء الله يا رب ما تحسدني على سبونسرز راح اشكرهم هلا لانه عنق ضيقة رعاة البرنامج هذا البرنامج برعاية لينك من بنك القاهرة عمان طيبة احدى شركات المراعي شركة بيكر سنيورا طعم بدف القلب حلويات النجمة نور المال مجوهرات الزعبي ترافكو هوليديز جوردن سجاد نشمي بيلبق لك شوكولاتة تودي وبالاشتراك مع أوتانتيك هوم الماركة العالمية المتخصصة في أطقم الضيافة منتجات دكتور موني ماكدونالدز شركة مدار لصناعة المنظفات الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سمنة البلقاء دير مغلو عيادة الدكتور رمزي العمري ومنال حموري
تونة الصياد، أعطي السمك لصياده. زيت زيتي، نقطة وعصر جديد.